الوقفة هذه تعتبر الآن يعني مثل روتين صرنا نعمله حتى إننا نحفز معنويات رايف، مبين إنه العالم كله معانا، إنه الوقفات تقام كل أسبوع في أغلب دول العالم. أكيد هذا بسبب رفع معنويات رايف، بس وضعه جدا نفسي سيء جدا. 5 سنين بعيد عن أولاده، 5 سنين بعيد عن العالم الخارجي، ما هو مش عارف ولا أي شيء عن العالم الخارجي. الوضع صعب بالنسبة له جدا، وبالنسبة لنا جدا صعب. طبعا حالته الصحية مش جيدة. الضغط إلى الآن، أو نقول التضامن إلى الآن، له مردود نفسي علينا إحنا كعيلة رايف، له مردود على رايف نفسيا. بالنسبة لقضية رايف إلى الآن ما في جديد، ولكن أنا مقتنعة دائما وعندي أمل دائما إنه رح يكون حر قريبا. وكمان مقتنعة إنه السعودية الآن في إصلاحات وفي تجديد، فعندي أمل كبير فيهم إنهم يطلقوا سراح رايف ويلموا شملنا في كندا. We won't go away until Raif, his lawyer Walid, and all Saudi political prisoners are free. These men and women are in detention for merely expressing opinions, ideas that the Saudi regime does not like. We want the global international community to get much tougher with the Saudi regime, and that means thinking about ending the trade in oil and arms that we do with the Saudis. That sordid, dirty commercial deal has to end until Saudi Arabia starts respecting the human rights of its own citizens.